أعوذ بالله تعالى من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى يا ربي على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سيرا على المنهج العلمي الذي اختطه سيد المحققين الصرخ الحسني، سنتعرض في هذه المحاضرة إلى بعض الجوانب أو بعض الأفكار أو بعض المواضيع التي تتضمن مطارحات ونقاشات ومناظرات مع الفكر التيمي أو مع شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى الطريقة الأكاديمية. والمفروض كلنا يتعلم طريقة كتابة البحوث وطريقة كتابة يعني المحاضرات أو البحوث على المنهج الأكاديمي. وعادة في المناهج الأكاديمية تقسم البحوث إلى مقدمة أو تمهيد، وحسب حجم البحث. مرة يكون بحث واسع فيتضمن فصول، فصل أول، فصل ثاني، فصل ثالث. مرة يكون بحث أقل من الفصول، يعني بحث صغير نسبياً، فيتضمن مباحث، مبحث أول، مبحث ثاني، مبحث ثالث. ومرة يكون عبارة عن يعني بحث صغير فيتضمن مطالب. ومثل بحث لهذا اليوم إن شاء الله الذي يتضمن عنوان التدليس منهجاً في أو الفكر التيمي نموذجاً. المفروض من خلال العنوان يتضح المعنون، من خلال العنوان نعرف البحث. العنوان يتضمن موضوع، هذا الموضوع هو موضوع التدليس. هذا التدليس أثناء النقاشات والحوارات العلمية عند بعض الأشخاص، عند بعض الجهات، عند بعض العلماء، هذا التدليس اتخذ على نحو المنهج. يعني عادة المناهج العلمية تتضمن مناهج معينة، مرة يكون منهج تحليلي، مرة يكون منهج وصفي، مرة يكون حسب المناهج العلمية التي تبحث. لكن الغريب أن بعض العلماء يتخذ من التدليس كمنهج. هذا المنهج يعني ترجم هذا التدليس في حواراته ونقاشاته ومناظراته مع العلماء، سواء كان من العلماء الشيعة أو من علماء السنة، أو كان عند الشخص نفسه، عند شيخ الإسلام ابن تيمية أو عند أتباع ابن تيمية. فمن خلال العنوان المفروض أنت تختار، يعني إذا يعني تريد أن تكتب بحثا معينا تختار عنوان معين. هذا العنوان هو يتضمن حدود البحث اللي يرتكز في ذهنك. مثل ما ذكرنا التدليس منهجا، الفكر التيمي نموذجا، يعني نأخذ بعض الموارد، بعض المطالب. هذه الموارد والمطالب تتضمن عنوان التدليس، وهذا التدليس تأخذ على نحو المنهج. عند من؟ عند كل العلماء؟ لا، فقط عند أو في الفكر التيمي. ممكن أنت يعني تأخذ مثلا عنوان التجسيم، مثلا التجسيم في الفكر التيمي، بشرط أن تكون هذه العناوين مختارة ومستلة من بحوث سماحة السيد الصرخ الحسني من وقفات مع التوحيد الجسم الأسطوري أو بحوث الدولة المارقة. تختار محور معين من هذه المحاور. أنت في بعض الأحيان عندما تختار هذا المحور المعين قد يكون من المحاضرة الأولى مورد معين، ومن المحاضرة الأخيرة مورد معين، وهكذا. من الدولة المارقة يمكن يعني تتداخل المحاضرات من المارقة أو من التوحيد. المهم يعني تجمع الفكرة. مثلا قضية التأويل عند ابن تيمية، كما تعلمون أن ابن تيمية يرفض التأويل رفض قاطع، يكفر علماء التأويل. أي شخص يؤول لأنه الكلام لا يسمح إلا للتأويل. فأي شخص يؤول ابن تيمية ماذا يحكم عليه؟ يحكم عليه بالكفر. لكن الغريب في بعض الموارد أنه نفس ابن تيمية ماذا يفعل؟ يؤول. أنت تأخذ قضية التأويل عند ابن تيمية
وتحكم بنفس الحكم الذي يحكمه ابن تيمية على الآخرين، بما أنه يكفر الآخرين المفروض يكون أولى بقضية التكفير. فعنوان البحث التدليس منهجا الفكر التيمي انموذجا. الآن حدود البحث أنه تتضمن بعض الموارد وبعض المطالب التي تتعلق بقضية التدليس. نأخذ حجم التدليس عند تيمية وأتباع تيمية، ما هي القيمة العلمية للتدليس في الفكر التيمي؟ كما تعلمون أنه قضية التدليس هي قضية مرفوضة عند العقلاء جميعا، وأما حسب ما يعني سماحة السيد يقسم المدلسين إلى مدلسين أصليين وغير أصليين، يعني في بعض الأحيان قد يضطر الشخص للتدليس، يرفع شخص معين، يقدح بشخص معين فيدلس حسب الرغبة والهوى. لكن الغريب في الفكر التيمي أن التدليس أصبح شعار عام، أصبح منهج عام، وبما أنه القضية تترتب عليها مفاسد كثيرة ويترتب عليها تكفير للآخرين، المفروض نبين ونشخص هذه الموارد التي تتضمن عنوان التدليس. بعد ما نبحث عنوان التدليس ونبين موارد التدليس، يعني نخرج بمجموعة من النتائج اللي تتضمن عنوان الخاتمة. فالبحوث الأكاديمية أول ما يعني كمقدمة وكتمهيد يكون في البداية، بعد ذلك يعني على نسق هذه البحوث يكون عندي مطلب أول، مطلب ثاني، مطلب ثالث، مطلب رابع، وأخيرا ماذا يكون عندي؟ يكون عندي الخاتمة. الخاتمة أستخرج بعض النتائج من ضمن البحوث المفيدة يعني جدا، قضية الفصل بين المنهج التيمي ومنهج الصحابة، يعني يمكن سبكة في عنوان معين وبحث الموارد التي تبين الفصل والعزل بين الفكر التيمي والفكر وفكر الصحابة بشكل عام. تترتب على هذه آثار كثيرة، مثلا منهج الصحابة لا يكفر الآخرين، لا يبيح دماء الآخرين، منهج الصحابة مثلا يقبل التأويل، منهج الصحابة مثلا يقبل بالنقاش العلمي والرد العلمي، وتعمل مقارنة بين هذا المنهج وبين هذا المنهج. ويعني حسب ما أحصيت يمكن يوجد أكثر من 6 شواهد أثناء المحاضرات الدولة المارقة وبحوث في التوحيد الأسطوري، يمكن يوجد 6 موارد هي تبين شواهد يعني تاريخية أو فقهية أو عقائدية تبين الاختلاف الجذري بين منهج الصحابة الذي يشمل الصحابة بشكل عام وأهل البيت من ضمن الصحابة وأول الصحابة وأصل الصحابة، وبين يعني المنهج الآخر اللي هو المنهج التيمي. نفصل بين المنهجين يعني نبين الآثار فهذه ممكن يكون بحث علمي مستلم من محاضرات سماحة السيد، وأنتم يعني يمكن أن كل واحد منكم يمكن أن يجرب هذه القضية، يطلع على المحاضرات، المحاضرة الأولى إلى المحاضرة الأخيرة في الدولة المارقة أو في التوحيد، يطلع على المحاضرات سيتضح أنه من خلال الاطلاع على المحاضرات أنه يوجد فكرة معينة تتضمن كل البحوث. مثلا قضية العشوائية والالتقاط عند ابن تيمية، تلاحظ أنت إذا تبحث هذا الموضوع في بعض الموارد أنه لا يوجد ضوابط علمية، يعني عادة المفروض يوجد ضوابط علمية هي الحاكمة، هي الميزان في يعني في النقاش في الحوار، لكن إذا خرجت القضية من الضابطة العلمية وأصبحت عشوائية راح تحل كوارث بالقضية العلمية. فممكن يعني حصر وجمع وإحصاء هذه الموارد التي تتضمن عنوان العشوائية، مثلا الأسلوب العشوائي والالتقاط في الفكر التيمي، أيضا دراسة ممتازة ودراسة جميلة تكون يعني مفيدة أيضا بنفس الوقت. وراح نكشف من خلال هذه الدراسة أنه لا توجد ضوابط علمية في الفكر التيمي، دائما ما تلاحظ ابن تيمية يقفز على الضوابط. من ضمن الدراسات مثلا إذا ممكن يعني شخص أيضا يبحثها، يأخذ مثلا المغالطات، أسلوب المغالطة، أسلوب المغالطة الذي يعني عنوان المغالطة، صناعة المغالطة هي صناعة خاصة تدرس في علم المنطق، وهذه الصناعة هي تتضمن أنه حتى يعني أوهم المقابل حتى
أخدع المقابل حتى أغرر بالمقابل وغالط في بعض المصطلحات أو بعض الموارد الفقهية والعقائدية. فعنوان البحث هو التدليس، هذه كمقدمة حتى ندخل في العنوان أو في البحث. طبعا التدليس هو أن العلماء أنكروا التدليس أشد الإنكار، يعني وصل الإنكار أنه فشيء مذموم ذما شديدا باعتبار يترتب عليه الكثير من الآثار والكثير من يعني عمليات التزوير وعمليات الدس وعمليات التحريف وعمليات الإيهام. والتزوير في أي كلام، في كلام المتحدث، والمتحدث يتحدث كلام معين، أنت تكيف هذا الكلام حسب ما تريد، وبالتالي يعني يمكن أن تورد عليه بعض الملاحظات، لكن هذه الملاحظات هي بحسب ما تكيف كلام المتحدث. ولأن الأصل في أي كلام، ولأن الأصل في أي حديث، أنه الراوي أو المتكلم أو المتحدث يؤدي الكلام ويؤدي الرواية بأتم الصور وعلى أحسن الأوجه دون تبديل ودون تغيير أو دون تلاعب أو دون تحريف وتزوير. طبعا التدليس في اللغة هذه أيضا قضية في البحوث الأكاديمية، دائما الموضوع الذي يعني تختاره مفروض تبحثه من جانب لغوي ولو يعني بشكل إجمالي، وتبحثه من جانب اصطلاحي. فالتدليس في اللغة هو من دلس في البيع، دائما في العقود، عقود البيع النكاح أو غير ذلك في العقود، حتى يوجد خيار هو خيار التدليس أو خيار يعني خيار خاص في البيوع الفسخ. أي فالتدليس في اللغة هو من دلس في البيع وغير البيع باعتبار لم يبين العيب، وهذا يرجع إلى قضية الظلامة أو قضية الظلمة. والسبب التعبير بالظلمة باعتبار أن المدلس قد أظلم شيئا من الحديث بتغطيته وجه الصواب فيه. هو يوجد يعني في الحديث، يوجد في الحديث شيء حقيقي، يعني شيء هو واقعي، شيء عبارة عن حقيقة. هذه الحقيقة وهذه واقعية أنت أثناء الحوار وأثناء المناظرة وأثناء الحديث أنت تخفي هذه القضية. عندما تخفيها وتقرأ الكلام على المقابل راح الكلام ينطي شيء خلاف ما أنت تريد. فماذا يتحقق؟ يتحقق عنوان التدليس. وأما في الإصطلاح، هذا في اللغة، وأما في الإصطلاح فهو عيب واختلاط، يعني هو شيء معيب، هو اختلاط الكلام الحقيقي مع الكلام غير الحقيقي. وعند المحدثين اسقاط الراوي في اسناد الحديث بحيث يكون السقط في الاسناد خفيا. عادة مثلا انت تدرس عند شيخ معين، هذا الشيخ غير معروف في الاواسط الدينية، تريد أن يكون كلامك مقبول عند الآخرين، ماذا تقول؟ يوجد شخص معروف مثلا، تقول سمعت من فلان الشخص المعروف، وأنت بالحقيقة لم تسمع منه، فأخفيت الشخص الغير معروف وأظهرت أي شخص؟ الشخص المعروف. فيتحقق عنوان التدليس. هذه في الروايات. طبعا التدليس من الصفات المذمومة على لسان كل العقلاء وعلى لسان جميع الأئمة والعلماء. للتدليس أسباب، للتدليس دواعي، للتدليس دواعي وأسباب. منها مرة يكون التدليس على نحو الخوف، يكون عندك خوف من قضية معينة فتدلس في الكلام، ما تعطي الكلام يعني ما تصور الكلام مثل ما هو على واقعه. مرة يكون التدليس حتى توهم الناس، حتى يكون عملية إيهام للناس فتدلس في الكلام. مرة لا، يكون غرضك أو الداعي للتدليس هو تأثر على فكر الآخرين، تشوه فكر الآخرين بحيث أنه تحرف الحقيقة عندهم فتدلس لأجل هذا الغرض. لأجل هذا دائما موجود عند التيمية يعني بنسبة كبيرة، أنه يدلس حتى يأثر على الآخرين في عملية التدليس، حتى يأثر على الآخرين ويهم المقابل فيعطي شيء هو مخالف للحقيقة. ومرة يكون التدليس حتى
يكون عملية دعم للمرتكزات القبلية، هو يعتقد بخلافة يعني بخلافة الأمويين مثلا، يعتقد بخلافة السفيانيين مثلا، فحتى يرفع من شأن الأمويين، يرفع من شأن السفيانيين، ماذا يفعل؟ يدلس، يقول مثلا أجمع العلماء، هو لا يوجد بالحقيقة، لا يوجد ولا عالم أجمع، فيصادر الحقيقة. ومرة يكون حتى يسقط المذهب الآخر، يسقط مثلا الصوفية، مثلا الشيعة الإمامية، وهكذا أي خصم هو يعتبر خصم يعني من جانب علمي غير مريح للتيمية، فتلاحظ يسقطون المقابل تسقيط باتهامات عجيبة وغريبة. فحتى يسقط المقابل ماذا يفعل؟ يدلس، يصور الحقيقة بخلافها، وهكذا. إذن الأسباب التدليس تختلف حسب اختلاف الدواعي. إذا كان الداعي خوف فيكون السبب هو بسبب الخوف، إذا كان حتى تأثر على المقابل فيكون الداعي هو تأثير على المقابل. وضمن المنهج العلمي الذي سار عليه سيد المحققين الصرخ الحسني دام ظله الشريف في بيان وكشف بعض المفاسد المترتبة على المنهج التيمي المؤسس للفرقة والطائفية والتغرير بالناس وإشاعة الكراهية والحقد بين عموم المسلمين، سنتعرض في هذا البحث إلى بعض الموارد التي تتعلق بموضوعة التدليس في الفكر التيمي، وهذا التدليس واتخاذ هذا التدليس كمنهج في عمليات الاستدلال. فعنوان البحث أنه التدليس منهجا في الفكر التيمي نموذجا. نتطرق إلى بعض الموارد التي بيّنها وكشفها سيد المحققين الصرخ الحسني في نقاشاته وفي حواراته مع الفكر التيمي وبأساليب علمية من دون سب ومن دون قدح وتجريح بالآخرين، لأن الكلام ما دام هو ضمن المنهج العلمي. وأثناء هذه الموارد سيتضح لنا أن التيمية يستعملون التدليس كمنهاج عام، يعني في بعض الأحيان أنت تستخدم يعني أو الشخص مثلا يستخدم التدليس لأنه احتاج التدليس، احتاج التدليس في مورد معين يدلس، وهي قضية موجودة في الروايات بشكل يعني بشكل كثير. لكن الكارثة إذا كان التدليس هو عبارة عن منهج عام في كل الموارد، في الفقه، في الأصول، في العقيدة، في غيرها، في كل الموارد هو يستخدم التدليس. فسنبين تلك الموارد وأنهم يستعملون التدليس وإخفاء الحقيقة على نحو المنهج العام والسلوك، ليس فقط في موارد النقاش مع علماء الشيعة، بل حتى مع النقاش مع علماء الصوفية والمعتزلة وباقي المسلمين والطوائف. كما أن يعني حتى نثبت أنه هذا منهج عام، إذا كان التدليس فقط عند شيخ الإسلام بن تيمية نقول لا يمكن، لا يكون منهج عام. نعم منهج عام لكن فقط عند ابن تيمية، لكن إذا تبين أن أتباع ابن تيمية أيضا يستخدمون التدليس، فراح تكون القضية، راح تكون القضية كأنه قضية موصى بها، قضية تدرس أثناء التدريس. الآن نحن ندرس هذه الدروس المباركة، نتعلم في هذه الدروس ونناقش. أيضا يوجد حوارات عند التيمية ونقاشات عند التيمية ومدارس، ولعلها تكون جامعات أيضا تتضمن أي عناوين، تتضمن أنه يعلمون الناس كيف يعني يخفون الحقيقة حتى يكون الإشكال إشكاله محكم، يخفي جانب من الحقيقة وتلاحظه يشكل في جانب معين، لكن إذا ظهرت الحقيقة يمكن الإشكال لا يكون وارد. في كل النقاشات هكذا تكون القضية. فبما أن القضية تستعمل من قبل شيخ الإسلام بن تيمية ومن قبل أتباعه، وبما أنها استخدمت قضية التدليس مع الشيعة ومع الصوفية ومع كافة يعني بقية الطوائف، فش تكون القضية؟ تكون القضية قضية منهج. هذا المنهج خاص بمورد مثلا فقهي أو كل الموارد يمكن يدخل؟ لا، أثناء يعني نأخذ مورد فقهي نجد تدليس، نأخذ مورد عقائدي نجد ماذا؟ تدليس، وهكذا نأخذ مورد تاريخي نجد تدليس. فهذه بحساب بمنطق الاحتمال، حسب تعبير الشيخ الصدر بمنطق الاحتمال، ماذا تكشف لنا؟
تكشف لنا عن وجود يعني أنه هذا قضية التدليس هو عبارة عن منهج عام، وهذا المنهج قد يكون حسب يعني المناهج التيمية أنه عادة يعلمون أتباعهم على قضية المغالطات، قد تكون من ضمن تعليمهم للمغالطات تعليمهم أسلوب التدليس. نأخذ بعض الموارد، والكلام يكون في مطالب أربعة مثل ما ذكرنا باعتبار البحث صغير نسبيا، فيتضمن عنوان المطلب. المطلب الأول: التدليس في الإجماع على تقديم الصديق رضي الله عنه في قضية خلافة أبي بكر. قال القرطبي وهو من علماء التيمية، قال القرطبي: أجمعت الصحابة على تقديم الصديق. انتبه، ما هو عنوان الدراسة؟ التدليس. هسه أجمعت الصحابة على تقديم الصديق، هو قد يكون مورد عقائدي وقد يكون مورد تاريخي، يعني يأخذ الجانبان، جانب التاريخ والعقائدي. ماذا يقول؟ أجمعت الصحابة على تقديم الصديق، وفي مقام بيان التدليس المذكور، وكما أشار السيد الصرخي دام ظله الشريف، قال ضمن الحديث المنقول في صحيح مسلم والبخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أقول، والكلام للسيد الصرخي: على أضعف المحتملات. ماذا يقول القرطبي؟ أجمعت الصحابة على تقديم الصديق، يعني كل الصحابة. الآن إذا أتينا بصحابي أو أكثر من صحابي لم يعني يجمعوا مع الصحابة، يتحقق عنوان تدليس أو لا يتحقق؟ يتحقق عنوان تدليس، خصوصا إذا كان هذا المورد هو موجود في صحيح مسلم، موجود في صحيح البخاري. مثل ما يقول السيد الصرخي: على أضعف المحتملات، فإنه إضافة لسعد بن عبادة، فإن عليا عليه السلام قد تخلف عن البيعة. كم صحابي الآن؟ سعد بن عبادة والإمام علي عليهم السلام تخلفا عن البيعة كليا أو لأشهر عديدة. ما هو الدليل؟ حسب ما يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك الحسن والحسين، كم أصبح؟ أربعة عليهم السلام لم يبايعا، بل إنهما لم يبايعا حتى وفاة الخليفة أبي بكر رضي الله عنه. القرطبي ماذا يقول؟ يقول أجمعت كل الصحابة. ماذا تقول السيدة عائشة؟ ماذا تقول السيدة عائشة في رواية البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها؟ نقرأ الرواية، المورد الخاص بالرواية. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة عليها السلام منها شيئا، فوجدت يعني غضبت فاطمة عليه السلام على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة عليه السلام، يعني كان له منزلة ومهابة، فلما توفيت استنكر علي عليه السلام وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر. بينما ماذا يقول القرطبي؟ أجمعت الصحابة على تقديم الصديق، وماذا تقول السيدة عائشة؟ تقول بعض الصحابة لم يبايعوا. بينما ماذا قال ابن تيمية؟ وأما علي عليه السلام وبنو هاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس. إذن القرطبي وابن تيمية تدليس مزدوج مشترك. القرطبي وابن تيمية قد دلسا في هذا الموضوع، في هذه المفردة، وهي قضية تاريخية او وعقدية.
وهذه النظرة الدقيقة والمحاكاة الواقعية باعتبار أنه السيد المحققين السيد الصرخ الحسني أتى بشاهد من صحيح مسلم وصحيح البخاري يثبت خلاف ما ذهب إليه التيمية وأئمة التيمية. وهذا النظرة الدقيقة والمحاكاة الواقعية واستخدام الرواية بشكل صحيح ماذا تكشف لنا؟ تكشف لنا أن خط السيدة عائشة يختلف عن أي خط. كيف ما هو وجه الاختلاف؟ لأن السيدة عائشة تقول بعض الصحابة بايعوا أبي بكر، وماذا يقول التيمية؟ كل الصحابة. إذا تصورنا المصلحة موجودة عند السيدة عائشة وعند التيمية باعتبار هي تتكلم عن والدها، فتكون عندها مصلحة، ماذا؟ مصلحة نسبية إذا جاز التعبير. ومع ذلك هي ماذا قالت؟ قالت بعض الصحابة لم يبايع، كما هو يعني الكلام في الرواية المنقولة. وتكشف لنا أيضا أنه يوجد نظرة متطرفة عند التيمية. هذه النظرة المتطرفة يعني أنه يوجد غرض معين عند التيمية من خلال هذه الإطلاقات وهذه العمومات، يمكن يريدون أن يصلوا إلى غرض التغرير بالناس أو غرض التفرقة بين الناس. أو فالسيدة عائشة أو الرواية أو هذا المورد مورد التدليس يكشف لنا أن خط ومنهج السيدة عائشة رضي الله عنها ونقلها وتصورها لحقيقة إجماع الصحابة لتقديم الصديق، مع ملاحظة أن المصلحة متصورة عندها وهي المصلحة النسبية إنجاز التعبير، ومع ذلك فهي تنقل الواقع مثل ما هو، أي تنقل ما لها وتنقل ما عليها. وهذه النظرة تختلف بشكل جوهري عن نظرة التيمية المتطرفة باعتبار أولا وثانيا. حتى تكون قضية يعني مزيدا من التحليل، دائما أنت أيضا عندما تكتب البحوث حلل بعض الموارد، حلل الناس، اكشف بعض القضايا. فنستنبط أولا وجود خطين مختلفين منهجا من حيث الجذور، أحدهما خط أموي تيمي والآخر خط الصحابة، وأحدهما يختلف عن الآخر. هذه أول الثمرات وأول الآثار. ضمن هذا المورد كشفنا أول الآثار، وحسب التحليل العلمي لسماحة السيد الصرخ الحسني أنه أول الآثار وجود خطين. إذن هذا المورد من ضمن أي موارد؟ إذا كانت مثلا دراستك مقارنة عن المنهج التيمي وعن منهج الصحابة، ممكن تستخدم هذا المورد في أي دراسة؟ في دراسة المقارنة بين المنهج التيمي والمنهج الأموي، وتقول أنه الصحابة أو منهج الصحابة يقولون أن الصحابة أجمعوا، بعض الصحابة بايعوا أبو بكر، بينما التيمية ماذا يقولون؟ يقول كل الصحابة بايع الخليفة. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني، من خلال الرواية نعرف أن لهم أغراض أخرى وراء استعمالهم ذلك، وأحد تلك الأغراض تصويرهم أنهم ممثلون ومدافعون حقيقيون عن أهل السنة، فيطلق هذه العناوين أنه كل الصحابة أجمعت على تقديم الصديق، بينما الشيعة ماذا يقولون؟ لم يقدموا الصديق. هذا الغرض. فماذا يعني تبدأ جذور الفرقة والطائفية، بينما الواقع هم الصحابة ماذا يقولون؟ الصحابة يقولون لا يوجد إجماع بحسب ما تنقل السيدة عائشة رضي الله عنها. تصويرهم أنهم ممثلون ومدافعون حقيقيون عن أهل السنة والتسنن، وبالتالي استغلال لمشاعر الناس ودخولا لهم من هذه الأبواب لتحريك تلك المشاعر، والنتيجة حصول الفرقة والتفريق والطائفية. الأثر الثالث ماذا يقول ابن تيمية؟ قال وأما علي عليه السلام وابن هاشم فكلهم بايعه، يعني علي عليه السلام بايع باتفاق الناس،
باتفاق الناس. السيدة عائشة تتفق مع ابن تيمية أم تختلف؟ تختلف مع ابن تيمية. إذن عائشة استنبط السيد الصرخي من الرواية أن علي عليه السلام لم يبايع أصلا. أي رواية؟ رواية السيدة عائشة رضي الله عنها. لم يبايع أصلا، إضافة إلى أنه إن تحقق عنوان البيعة فأنه بالإكراه ودفعا للحرج. فابن تيمية ماذا يقول؟ يقول أجمعت كل الصحابة، والسيدة عائشة ماذا تقول؟ بعض الصحابة. ابن السيدة عائشة ماذا تقول؟ علي بايع أو لم يبايع؟ وابن تيمية ماذا يقول؟ بايع. فتتحقق عنوان المفارقة بينهما، منهج عن منهج، يوجد اختلاف بين المنهجين. طبعا هذا النوع من التدليس عند ابن تيمية باتفاق الناس أجمعت الصحابة، هذا النوع من التدليس يعد من التدليس الذي يوهم الناس ويجعلهم في غرور. وقد استعمل ابن تيمية هذا الأسلوب كثيرا في مجموع الفتاوى، كتاب ابن تيمية مجموع الفتاوى. لاحظ ابن تيمية ماذا قال؟ قال كلمة باتفاق المسلمين 303 مرة. وإذا بحثت في هذه الكلمات باتفاق المسلمين باتفاق المسلمين في مجموع الفتاوى تجدها من أي قبيل؟ من هذا القبيل. أجمعت الصحابة لكن لا يوجد إجماع للصحابة. بايع الإمام علي لكن السيدة عائشة تقول لم يبايع الإمام علي. فاستخدم كلمة باتفاق الناس أو باتفاق المسلمين 303 مرة، وباتفاق العلماء 159 مرة. هاي يعني تكون يكون في عملية مصادرة، يعني ضرب للأصول والضوابط. كلمة إجماع المسلمين 102 مرة، اتفق المسلمون 61 مرة، اتفق العلماء، اتفاق المسلمين 303 مرة، اتفاق العلماء 195 مرة، اجماع المسلمين 102 مرة، اتفق المسلمون 61 مرة، اتفق العلماء 51 مرة، اجمع المسلمون 38 مرة، اتفق الصحابة 14 مرة، باتفاق الفقهاء 13 مرة. وهذه الاتفاقات والإجماعات عند ابن تيمية هي من هذا القبيل، من قبيل أنه أجمعت كل الصحابة، ولكن أثناء التحقيق وهذه يعني ماذا يعني يتضح لك؟ يتضح أنه لا يوجد اتفاق. هذا المورد الأول. إذن المورد الأول أو المطلب الأول اللي هو يتضمن عنوان التدليس في تقديم الخليفة الأول أو الإجماع على بيعة الخليفة الأول. عرفنا من هذا المورد أنه يوجد خط للسيدة عائشة اللي هو خط الصحابة، ويوجد خط خاص بمدرسة ابن تيمية، لأن هذا الخط يقول، خط السيدة عائشة تقول أنه لا يوجد إجماع على بيعة الخليفة الأول، بينما الخط التيمي يقول إجماع على الخليفة الأول. أيضا ابن تيمية ماذا يقول؟ أن الإمام علي بايعه، لكن السيدة عائشة ماذا تقول؟ لم يبايع. المطلب الثاني، إذن اتضح عنوان التدليس في هذا المطلب؟ واضح. المطلب الثاني التدليس من خلال التعميم اللي هو هذا، يعني قبل قليل ذكرنا اتفق العلماء اتفق المسلمون وهكذا. سؤال وجه لأتباع ابن تيمية والموجود، طبعا هذا المورد المطلب الأول. المطلب الأول عنوان التدليس عند من تحقق؟ عند ابن تيمية وعند من؟ القرطبي. هسه راح نأخذ عند أتباع ابن تيمية في مركز الفتاوى. يقول الشيعة أن الخلافة بالنص. هذا سؤال وجه المركز الفتوى. ماذا يقول السؤال؟ يقول الشيعة أن الخلافة بالنص، ويقول السنة أنها بالشورى، فأي القولين أصدق وما الدليل؟ السؤال واضح. ماذا يتضمن؟
يتضمن أنه الشيعة تقول الخلافة بأي شيء؟ بالنص، وأهل السنة بالشورى، فأي القولين أصدق؟ المفروض الجواب العلمي أنه حسب منهجهم أنه القول السنة هو القول الصحيح، والدليل على ذلك هو الآية القرآنية وأمرهم شورى بينهم، حتى تكون قضية علمية. لكن المجيب يوجد عنده غرض معين. نلاحظ الجواب. أولا، ماذا يقول المجيب اللي هو عبارة عن مجموعة من العلماء التيمية؟ ماذا يقول؟ يقول: اختلف العلماء من أهل السنة هل خلافة أبي بكر كانت بالنص أو بالشورى، وآراءهم متقاربة في ذلك. أكو خلاف عند أهل السنة أنه خلافة أبي بكر يوجد فيها نص أم القضية هي قضية مشورة؟ هو النص مثل الشورى لا يختلف؟ النص يختلف عن الشورى. هو ماذا يقول؟ يقول: وآراءهم متقاربة، آراءهم متقاربة في ذلك. إذن رأي الشيعة الإمامية متقارب معهم أو غير متقارب بناء على جوابهم؟ إذن يكون متقارب، فلماذا التكفير؟ هل خلافة أبي بكر كانت بالنص أو بالشورى؟ هذا المجيب: اختلف العلماء من أهل السنة هل خلافة أبي بكر كانت بالنص أو بالشورى، وآراهم متقاربة في ذلك، إذ هم متفقون على صحة خلافته، خلافة أبي بكر رضي الله عنه. أما الشيعة فيتنازعون في إمارة أبي بكر ويعدونها اختصابا، ويدعون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خلافة علي عليه السلام. أهل السنة اللي يختلفون مع أهل الشورى أيضا ينصون يقولون بالنص على خلافة أبي بكر أو لا؟ أيضا يقولون. إذن ما هو الفرق بين هذه الطائفة، يعني هذه الطائفة من السنة وبين الشيعة؟ هنا قال متقارب. لاحظ التدليس، لاحظ التدليس اللي استخدمه المجيب في موردين بنفس الإجابة، يعني بالطرف الأول للإجابة ماذا قال؟ قال: إن أهل السنة اختلفوا في خلافة أبي بكر هل هي بالنص أم بالشورى، فهذا يعني وجود اختلاف أو لا يوجد اختلاف؟ وجود اختلاف بينهم، فإذا كان بينهم خلاف فأي تقارب يبقى أو يدعيه التيمية؟ وكيف يمكن الجمع بين التقارب وبين ماذا؟ وبين التنافر والتخالف والافتراء. إذن يوجد عنوان تدليس واضح في هذا المورد. المورد الثاني اللي يعني المورد الثاني في التدليس، ماذا يعني القضية التاريخية والقضية الثابتة؟ أن الشيعة الزيدية يقولون بكلام المجيب أو لا يقولون بكلام المجيب؟ الشيعة الزيدية لا يقولون بكلام المجيب على أقل تقدير. فهو ماذا يقول؟ يقول: أما الشيعة فيتنازعون في إمارة أبي بكر، كل الشيعة حتى الزيدية. لكن الواقع الزيدية يعني راح يقولون بكلام المجيب لو يعني يختلفون مع المجيب، يختلفون مع المجيب باعتبار الزيدية يقولون بإمارة وخلافة أبي بكر. فهو استعمل أسلوب التعميم حتى شي يصور، يعني ما يريد يفصل أنه الشيعة الزيدية مثلا يختلفون مع الشيعة الإمام، يعني مع الشيعة الإمامية في هذا المورد، ما يريد يفصل هذا التفصيل حتى يعني يخفي شيء معين. فهو ماذا أخفى في المقام؟ أخفى الزيدية. لماذا أخفى الزيدية؟ حتى يحقق غرض معين، حتى يصور القضية هي قضية صراع ونزاع. فاستعماله أسلوب التعميم جاء لأجل التدليس ولأجل خفاء الحقيقة. ودواعي هذا النوع من التدليس هي للتشويش على فكر المتلقي. هو المتلقي الآن من سمع هذا الجواب راح يعني يحتار، يعني يكون في حيرة عجيبة. وذلك أولا من ناحية نفسية، أن المجيب من جانب نفسي، المجيب هيئ ذهن المتلقي وصور الموضوع تصويرا طائفيا باعتبار ماذا قال؟ هو السائل أصلا لم يسأل عن يعني خلافة أبي بكر، سأل عن الخلافة بشكل عام. فهو ماذا قال؟ قال: خلافة أبي بكر
هل خلافة أبي بكر كانت بالنصر أو بالشورى؟ وآراهم متقاربة في ذلك. وبعدين ماذا قال؟ وأما الشيعة فصور القضية هي عبارة عن قضية صراع طائفي بين السنة وبين الشيعة. ومما يؤيد ذلك أنه أدخل اسم الخليفة الأول، قال إذ هم متفقون على صحة خلافته رضي الله عنه الخليفة الأول، وأن أهل السنة متفقون على خلافة، بينما أهل الشيعة ينازعون السنة حتى من يعني من اختيار الألفاظ. ماذا أدخل؟ أي عنوان؟ تنازع. التنازع ماذا يشير؟ إلى وجود أي شيء؟ وجود صراع. وحتى في اختيار الألفاظ يكاد يتطابق أسلوبه في المقام، حيث يؤكد على التحرك العاطفي، وبالتالي تكون القضية قضية نزاع وقضية صراع. طبعا هاي القضية النفسية اللي موجودة، هذا دائما يعني كشف هذه الأسلوب النفسي يتمتع به سماحة السيد المحققين السيد الصرخي في كشف المقابل ونفسيته ويعني والبيئة اللي يعيش بها والمؤثرات اللي متأثر بتلك البيئة. فمن خلال كشف هذه القضايا يمكن يتوصل إلى نتائج تفيد في تحقيق النتائج الموضوعية. هذا أولا. هذا دواعي هذا النوع من التدليس قلنا هي للتشويش على فكر المتلقي، ذلك أولا. من ناحية نفسية صور القضية صراع طائفي واختلاف وأقحم اسم الخليفة الأول، وذكر عنوان السنة وعنوان الشيعة وعنوان النزاع. القضية الأخرى أن إثارة الجانب العاطفي وتحريك الجانب النفسي واختيار الأساليب والألفاظ المناسبة راح يخرج القضية من أسبابها الموضوعية إلى الأسباب الذاتية. يوجد أسباب موضوعية وأسباب ذاتية. الأسباب الموضوعية تذكر القضية مثل ما هي، أسباب موضوعية يعني يوجد لها قيمة علمية موضوعية. أنت عندما تذكر الأسباب الموضوعية راح تكون النتائج، راح تكون نتائج موضوعية. المجيب عنده غرض، عنده غرض يريد يخفي الحقيقة، فيذكر الأسباب الموضوعية ويذكر الأسباب الذاتية اللي تبعد عن الحقيقة. يستخدم الأسباب الذاتية، أسباب مزاجية، أسباب نفسية، أسباب مصلحية، فهو سبب الأسباب أو ذكر الأسباب، أسباب الصراع والنزاع وقضية نفسية وطائفية، ذكرها حتى شيء بعد المتلقي والسامع يبعد عن الحقيقة. فحتى يبعد عن الحقيقة ذكر هذه الأسباب الذاتية، لأنه إذا يذكر الموضوع راح الحقيقة تكون واضحة. هو ما يريد تكون الحقيقة، هو يريد يدلس، يريد يذكر عنوان التدليس. فكيف يذكر عنوان التدليس وحقيقة التدليس؟ يذكر هذه الأسباب الذاتية. ولأن المجيب يريد التدليس فاستخدم الأسباب الذاتية والتي تبعد عن الحقيقة، والأسباب الذاتية تؤدي إلى حصول اليقين الذاتي، مثل ما درسنا يعني في علم المنطق، يوجد يقين ذاتي ويوجد يقين موضوعي. اليقين الذاتي، اليقين الذاتي له أسباب، هذه أسباب، أسباب نفسية، أسباب مزاجية، أسباب مصلحية. مثلا شخص من خلال الرؤية يقطع بقطع معين بقضية معينة من خلال الرؤية. الرؤية لا يوجد لها قيمة علمية، فش تكون أسبابها؟ أسبابها ذاتية، من ضمنها الأسباب الطائفية مثلا. فالأسباب أو اليقين الذاتي ينشأ، يصير يقين عند، يصير قطع عند الشخص، لكن هذا اليقين ينشأ تبعا لحالات التفاؤل والتشاؤم أو لأسباب نفسية أو مزاجية وغيرها. طبعا هذا النوع من اليقين هو مرفوض أشد الرفض عند العلماء، حتى يصطلح عليه بقطع القطاع، يقين مرفوض. فلأن الغلط هو التدليس، فهو خب ما يذكر اليقين الموضوعي، لأن اليقين الموضوعي راح يبين لك شيء من الحقيقة، فهو يريد يصادر الحقيقة فيذكر هذه الأسباب. هذا المطلب الثاني أيضا اتضح من خلال هذا المطلب. ماذا يوجد؟ يوجد تدليس. هذا التدليس عبارة عن تدليس مزدوج عند أتباع ابن تيمية. والمطلب الأول عند تيمية وعند القرطبي. المطلب الثالث التدليس عند ابن كثير، هو تدليس ابن كثير في نصب الخليفة. طبعا صاحب
البرق الشامي العماد، هذا العماد صاحب البرق الشامي من علماء الشافعية، دلس أين دلس؟ حتى يعني هذه دراسة يعني بسيطة مقارنة بين تدليس ابن تيمية وأتباع ابن تيمية وبين تدليس أحد أئمة الشافعية، حتى يتضح خطورة التدليس اللي يستخدمه ابن تيمية. دلس العماد صاحب البرق الشامي في الوقعة والمعركة التي حصلت بين سيف الدين الزنكي وصلاح الدين الأيوبي، وكان غرض التدليس صاحب البرق الشامي لتعظيم أمر صلاح الدين. هسه عنده غرض، هو ما هو الغرض؟ تعظيم أمر صلاح الدين. كيف عظم أمر صلاح الدين؟ قضية تاريخية. ماذا قال؟ قال إن سيف الدين كان عسكره في هذه الوقعة 20,000 فارس، وكان جيش صلاح الدين 6,000 فارس. معناتها 6,000 فارس قهروا وغلبوا 20,000 فارس، لكن الواقع أن جيش صلاح الدين كان 6,000 وجيش سيف الدين كان كم؟ أيضا 6,000. فهو يريد أن يعظم من أمر صلاح الدين، ماذا قال؟ قال أن سيف الدين كان يمتلك جيش جرار، جيش كبير، ومع ذلك صلاح الدين بالرغم من امتلاك الجيش الصغير لكن استطاع أن يهزم سيف الدين. فالمصلحة متصورة يعني واضحة، أنه صاحب البرق الشامي ممكن يرتبط مع صلاح الدين بقضية معينة أو قضية ممكن طائفية أو غير طائفية، نفسية أو غير نفسية، فدلس في هذا المورد. وهذا يعني أن 6,000 مقاتل غلب وقهر 20,000 مقاتل، والغرض من ذلك زيادة في التقديس والتمجيد لأمر صلاح الدين الأيوبي. ابن الأثير صاحب التاريخ، ابن الأثير كشف هذا التدليس ووبخ العماد بحيث قال أنه الحق أحق أن يتبع، وأن الموصل صغيرة، وأن أحياءها كانت حين ذاك لم تتحمل هذا الجيش الكبير. ذكر بعض القرائن، هذه القرائن تكشف لنا أنه في الحقيقة أنه جيش صلاح الدين كان 6,000 وجيش المقابل كان كم؟ 6,000، باعتبار الموصل كانت هي وأحياءها ما تتحمل هذا الكم الهائل من المقاتلين. مع ملاحظة أن العماد ليس من الدواعش الفكرية صاحب البرق الشامي، أي ليس من المدلسين كما يعبر السيد الصرخي، ليس من المدلسين الأصليين، لأن المدلسين الأصليين منهم التيمية، بل هو من الشافعي والصوفي ومن أصحاب صلاح الدين، يعني يرتبط بصلاح الدين بارتباط معين، ودلس بهذه الطريقة. أين دلس؟ في وقعة، في معركة، في قضية معركة. بينما ابن كثير اللي هو من أين؟ من أئمة التيمية، دلس في قضية هي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. هذه القضية هي قضية نصب الخليفة. كيف تكون قضية نصب الخليفة؟ من الله سبحانه وتعالى أو من البشر؟ المفروض من الله سبحانه وتعالى. لاحظ، أما ابن كثير وهو من أتباع المنهج التيمي، ففي تفسير الآية الكريمة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية الكريمة، ابن كثير استخدم تدليس شنيع، وكان الغرض من استخدامه هذا التدليس الشنيع هو لأجل الحفاظ على هيبة خلفاء وأئمة وقادة وأنبياء التيمية، وهم آل مروان وآل سفيان. بينما صاحب البرق الشامي واقع عسكرية تعظيما لأمر صلاح الدين، فاستخدم ابن كثير. طبعا العلماء ماذا يفسرون؟ إني جاعل في الأرض خليفة، هذه الآية القرآنية إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا المقصود هو آدم عليه السلام، المقصود هو آدم بكلمة خليفة. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب تنصيب الإمام، أن وجوب تنصيب الإمام وأن تشخيص الإمام هو من قبل الله سبحانه وتعالى حصرا، لكن إذا كان قضية التنصيب من قبل الله سبحانه وتعالى حصرا
يبقى مورد لأئمة المارقة؟ لا يبقى أي مورد لأئمة المارقة، يبقى يعني آل مروان وآل سفيان يبقى لهم أهمية؟ لا تبقى لهم أهمية، لأن القضية تقدح وين؟ بأئمة التيمية. ماذا قال؟ قال أن المقصود أن جعل في الأرض خليفة ليس آدم، لا يقصد به آدم، وأنما يقصد به هي خلافة قوم بعد قوم وجيل بعد جيل. واضح؟ هو تأويل واضح اللي رفض التيمية، قال أن المقصود هو خلافة قوم بعد قوم، بينما كل العلماء ماذا يفسرون الآية؟ يفسرون أني جعل في الأرض خليفة هو آدم عليه السلام. وهذه أيضا تكشف لنا أي شيء؟ تكشف لنا، تكشف لنا يوجد خط تيمي مارق وخط آخر هو خط الصحابة، حتى في قضية التفسير القرآني قضية قرآنية. وكذلك تكشف لنا خطورة قضية التدليس، فقضية التدليس في هذا المورد أخطر من تدليس صاحب البرق الشامي، باعتبار صاحب البرق الشامي حتى يعني يثبت أنه أو يبين للآخرين أنه في قضية عسكرية في قضية قتال، فأراد يدلس رغب يعني حتى يحقق مصلحة معينة أو رغبة معينة، بينما ابن كثير دلس أين دلس؟ يعني تلاعب بأي مراد؟ تلاعب في المراد الإلهي ودلس بهذه الكيفية. يوجد تعليق لطيف لسيد المحققين السيد الصرفي، قال: ومن هنا تصور مقدار وحجم وعظم التدليس والكذب والافتراء الذي فعله ابن تيمية وأئمته النواصب ضد أهل البيت أو ضد أهل البيت النبوة الذين أذهب الله عنهم الرجس من أجل شرعنة جرائم وقبائح وفساد أئمتهم المارقة الذين نزوا نزو القردة على منابر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هلاك الأمة بأيديهم وعلى أيديهم. فرحمك الله وجزاك الله خيرا يا ابن الأثير، وأنت تكشف حادثة واقعية ترشد كل عاقل منصف إلى حقيقة وخطورة المنهج التدليسي التيمي الذي ابتعد عن الحقيقة والواقع. ماذا يقول؟ يقول المنهج التدليسي التيمي، إذن التدليس هو عبارة عن منهج عام، وهذا المنهج مرة يكون بالقرآن الكريم، مرة يكون بالقضية التاريخية، مرة يكون بالقضية العقائدية، ومرة يكون في القضايا الفقهية. ومن هنا تتضح خطورة المنهجين حتى في مقام التدليس، حتى في الفساد، حتى يعني في المفاسد أو في الأضرار إذا جاز التعبير، تتضح الخطورة، باعتبار أن التقديس وتمجيد صلاح الدين الأيوبي أمر يعني بسيط إذا ما قورن بأي شيء، إذا قيس وقورن بأي شيء، تمجيد وشرعنة أمر الإمامة والخلافة، ويعني تكون هاي الإمامة والخلافة للأئمة المارقة، واللي هي بالأصل والمفترض أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتدخل في تشخيصها وتحديدها. هذا المطلب الثالث. المطلب الرابع، الألباني، أيضا الألباني من علماء المنهج التيمي، وهو من أتباع المنهج التيمي المعاصر. ماذا يقول الألباني؟ عنده كتاب السلسلة الصحيحة للألباني للأحاديث، يقول: دعاءه صلى الله عليه وآله وسلم لمكة والمدينة والشام بالبركة. دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أي شيء؟ مكة والمدينة والشام بالبركة. قال صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نكشف التدليس عند الألباني ويكون مع القرطبي ومع ابن تيمية ومع ابن كثير، أحسنتم. دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكة والمدينة والشام بالبركة، يعني من خلال هذا العنوان أنه النبي دعا لمكة وللمدينة والشام
بأي شيء بالبركة، وأكيد دعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا توجد روايات، أربع روايات، نذكر الرواية الأولى والثانية. الرواية الأولى: اللهم بارك لنا في مكتنا. من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه: اللهم بارك لنا في مكتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في شامنا. كم منطقة؟ ثلاثة. بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. فقال رجل: يا رسول الله، وفي عراقنا؟ هذا الراوي ذكر للنبي أنه وفي عراقنا، يعني هم بارك لنا في عراقنا. فأعرض صلى الله عليه وآله وسلم عنه، يعني إعراض النبي يكشف أنه الله سبحانه وتعالى لم يبارك في هذه المدينة. فردها صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا، فرددها صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا. كل ذلك يقول الرجل وفي عراقنا، فيعرض صلى الله عليه وآله وسلم عنه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بها الزلزال والفتن، وفيها يطلع قرن الشيطان. أين يطلع قرن الشيطان؟ في العراق. قلت: منو؟ الألباني. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، يعني الرواية ما موجودة أين؟ بالبخاري، ولا موجودة أين؟ في مسلم، ولكن حسب شروط الشيخين هي توافق الشروط، فش تكون الرواية؟ الرواية صحيحة. ماذا تتضمن الرواية؟ تتضمن الرواية، ماذا تتضمن الرواية؟ المباركة في الشام وفي مكة وفي المدينة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، انتبه، الرواية الثانية ماذا تقول؟ اللهم بارك لنا في مكتنا، مكة. اللهم بارك في مدينتنا. اللهم بارك لنا في شامنا. نفس المناطق اللي موجودة أين؟ في الرواية الثانية الأولى. فقال رجل: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأعرض صلى الله عليه وآله وسلم عنه. كل ذلك يقول الرجل وفي نجدنا، فيعرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بها الزلزال والفتن، وفيها يطلع قرن الشيطان. هسه قرن الشيطان أين يخرج؟ في العراق أو في نجد؟ إذا أخالف الضوابط العلمية مثلا وأقول في نجد، يوجد مصلحة عندي، لأن يعني المصلحة المتصورة مثلا أنا من العراق مثلا، واضح؟ فأقول أتبنى أي رواية؟ أتبنى الرواية الأولى حتى أدلس على الآخرين، أقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أي رواية؟ الرواية الثانية اللي يوجد فيها وفي نجدنا. فالرواية الأولى ذكرت المنطقة الأولى الشام ومكة والمدينة، والرواية الثانية ماذا ذكرت؟ أيضا نفس المناطق، لكن في الرواية الأولى الراوي يقول للنبي وفي عراقنا، النبي ماذا يقول؟ يقول فيها قرن الشيطان. والرواية الثانية قرن الشيطان أين؟ في نجد. الرواية الأولى مذكورة في مسلم والبخاري؟ غير مذكورة. الرواية الثانية مذكورة في مسلم والبخاري؟ إذا أريد نرجح، إذا تصير عملية ترجيح، منو اللي ناخذه؟ اللي مذكورة أو اللي غير مذكورة؟ المفروض المذكورة. وأيهما المذكورة في مسلم والبخاري؟ الرواية الثانية. لكن العجيب أنه يعني الألباني اختار أي رواية؟ الرواية الأولى اللي هي الذم أي بلد؟ فهو راد يضرب العراق أول قضية، وراد يخرج القضية منين؟ من نجد، وراد يمجد بالشام. فلاحظ يعني التدليس الأخيرة بعد. ماذا يقول عن الرواية الثانية؟ وتابعه أسهر، تابعه أزهر، أخبرنا ابن عون به إلا أنه قال نجدنا مكان عراقنا، والمعنى واحد،
يعني نجد والعراق والمعنى واحد، نجد والعراق واحد. لا، أخرجه البخاري والترمذي وابن حبان والبغوي وصححه وأحمد وأبي العساكر، هذا اللي قال نجدنا. أخرجه منه أخرج مسلم والبخاري والرواية ولا ماذا يقول؟ على شرط الشيخين. وفي مقام بيان التدليس الفاحش الذي كشفه سيد المحققين السيد السرخي في معرض نقاشه مع الألباني، نقول أولا أن الرواية الأولى والتي جعل صدرا والتي جعلها صدرا وأساسا لكلامه، والتي تتضمن أن قرن الشيطان العراق ليس عنده تقوية لها أكثر من القول الألباني حتى يقوى هذه الرواية الأولى اللي يقول أنه العراق قرن الشيطان العراق، وهذا إسناده صحيح على شرط الشيخين فقط، هذا دليل. بينما الرواية اللي يقول أنه نجد هي قرن الشيطان هي أي موجودة؟ موجودة في نفس كتب الشيخين، ومع ذلك يأخذ بأي رواية اللي التي تقول أن العراق هي قرن الشيطان ويترك الرواية؟ إذن يوجد عشوائية، يوجد التقاطية، هذا أيضا تفيد في قضية دراسة العشوائية والتقاطية عند التيمية. العشوائية والتقاطية أنه يأخذون الموارد التي تخدم المصلحة إذا كانت موجودة في مسلم والبخاري ويتركون بعض الموارد، ومن ضمن الموارد التي تركها ابن يعني تركها الألباني هذه القضية، ترك ابن كثير ترك مسلم والبخاري وتمسك بهذا اللي يقول عنه، وهذا اسناد صحيح على شرط الشيخين. فاذا كانت الروايه اشكال سماحه الشيخ الصفي يقول اذا كانت الروايه تقوى وتتقوى عندك بمجرد ان تكون على شرط الشيخين، فلماذا لم تذكر الروايه التي ذكرها منه؟ فلماذا لم تذكر الروايه التي ذكرها نفس الشيخين وتجعلها هي الاساس وهي الاصل؟ ثانيا أن الرواية لاحظ هذا التدليس واضح، أن الرواية التي تتضمن نجدنا وليس فيها عراقنا وفي خطوة تدليسية أوهن من الوهن، فقد جعل هذه الرواية تابعة وبالمتابعة للرواية الأولى، قال وتابعه يعني عطفها على أي رواية؟ الرواية الأولى، بالرغم من أن هذه الرواية قد أخرجها البخاري والترمذي وابن حبان والبغوي وأحمد وابن عساكر، بينما الرواية الأولى ليس عنده أكثر يعني من هذه العبارة، إسناد صحيح على شرط الشيخين، وبالرغم من أن الرواية الثانية لم يذكر فيها عراقنا أصلاً. وما يؤكد التدليس في المقام أن الألباني قال أن المعنى واحد، أي أن النجد والعراق هما واحد، حتى يشوش المطلب، لأن هو يريد يحافظ على أي بلد، يريد يحافظ على النجد، ما يكون النجد منها قرن الشيطان. ويريد ايضا يرفع من شأن الشام في نفس الوقت، والقضية الثالثة حتى يضرب اي بلد يضرب اي بلد، فتتحقق عنوان تدليس المزدوج. هدف الاستدلال، طبعا الاستدلال حسب المطالب اللي ذكرت، يهدف الاستدلال الى بيان المفاسد استعمال التدليس في المناظرات والنقاشات العلمية وضرورة كشف ذلك، وأن الأضرار والمفاسد تتضاعف إذا كان استعمال التدليس منهاج عام كما هو الحال عند أتباع المنهج التيمي، إما تقوية لمذهبهم وأئمتهم أو تضعيفا لخصومهم أو للتأثير على أذهان المتلقين. النتائج التي توصلنا إليها من خلال الدراسة الموجزة، أولا ثبت من خلال أربعة موارد استخدام التدليس كمنهج عام، هو عنوان البحث أنه التدليس منهج عام، فثبت من خلال هذه الموارد والمطالب الأربعة أن التدليس منهج عام عند التيمية وحسب الأهواء والمصلحة والمرتكزات القبلية عندهم. ثانيا أن استعمال التدليس كمنهج عام يعني أن التيمية يعلمون ويدربون أتباعهم على أسلوب المغالطات والمراومات في الحوارات والمناقشات والمناظرات، ومما يرجع إلى الصخب والهرج واللغو من أجل ألا يسمع الآخرين أو أن لا يشعر الآخرون دليل الحق، وهذا يؤدي إلى تضليل الكثير من المغفل بهم. ومن هنا تكمن أهمية التصدي لبيان موارد التدليس عند ابن تيمية وأتباعها أو أتباعه وكشفها بأسلوب علمي لكي يكون على بينة من الأمر. القضية الثالثة أو النتيجة الثالثة
من خلال ما ذكرنا قضايا التدليس يعني نتيجة ذات أنه الدعوة ندعو التيمية أو الدعوة للتجديد في الفكر التيمي من خلال إعادة النظر بالكثير من الكتب والموروث التيمي باعتبار دائما ما يوجد في عنوان التدليس فالمفروض يصححون هذه المواد. النتيجة الأخرى أو الرابعة من خلال هذه المواد لا بد أو ضرورة التفريق من خلال عزل وفصل الفكر التيمي عن باقي المذاهب الإسلامية كمثل خط الصحابة والنبي عليهم السلام على كافة المستويات التاريخية والعقدية والفقهية. ويترتب على ذلك أنه لا بد من ذكر الشواهد التاريخية والفقهية والعقدية التي تبين لنا الاختلاف بين المنهجين فقها وعقيدة. النتيجة الأخرى التأسيس لاتباع الموضوعية في تحليل النصوص والابتعاد عن الذاتية التي تنشأ من أسباب مزاجية أو طائفية أو مصلحية. والنتيجة السادسة أن استخدام الخطاب الدعائي من قبل ابن تيمية وأتباعه يراد له أن يوحي لمستمعيه بأن الحق هو في جانب المتكلم لا محالة، الأمر الذي يستدعي الحكم على الآخرين بالإقصاء والتكفير سواء كانوا سنة أم شيعة صوفية أم غيرهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى يا ربي على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.